السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك سعيد. معكم سعيد خوادري من أنف الصوت. اليوم سوف أقدم لكم أول فيديو لي، وهو كيف استرجاع الفيسبوك القديم. عفوا، كيفية استرجاع شات الفيسبوك القديم. نلاحظ هنا ميزة الفيسبوك الجديدة للشات التي لم تلقى إعجابا كثيرا. بالنسبة لكيفية تغييرها سوف أكتب هذا الرابط adon.mozilla.org، ثم نضغط على download now بالنسبة لموزيلا فايربوكس. أما إذا كنت تملك جوجل كروم أو أوبرا فيتوجب عليك الضغط على إحدى هذه الروابط. بالنسبة لي سوف أضغط على جوجل كروم. ثم سوف نضغط على إيدج كروم. ثم سوف نجرب فيسبوك. انتظروا لحظات. فعلا لقد اصبح لدينا شكل الشات القديم وبنفس المميزات. مثلا سوف اضغط على هذا الصديق، نفس الميزات القديمة لشات الفيسبوك. شكرا لمتابعتكم. الى حلقة مقبلة ان شاء الله. كان معكم سعيد من أنف صوت. شكرا للمتابعة.